حفل الكريم أيها الأخوة المشاهدين، أحييكم مرة أخرى، وهذه هي انطلاقة الشوط 29 على البركة والتوفيق، خصص للإبكار، ونذكركم للمرة الثالثة ونذكر أصحاب الرموز ومن يحب التراث، من يحب أن يتابع مجريات وأحداث هذا المهرجان، مهرجان قصر الحسن، سوف تكون الانطلاقة بإذن الله سبحانه وتعالى في تمام الساعة 2:30 بعد ظهيرة هذا اليوم، مباشرة إلى المركز الأول وإلى مجريات وأحداث هذا الشوط، صرايم لسالم بن حمد بن كردوس العامري على المركز الأول، والمركز الثاني أيها الأخوة وبرلة حميد بن عبيد بن عفصان المنصوري مع المركز الثاني، بينما بدوري اخذ المركز الثالث الكايد العث بالخزع بالعث العامري على المركز الان الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع ريما لمحمد بن علي بن راشد انديله مع رابع الاسماء، والمركز الخامس الوصول من بنت حشره لعلي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، بينما التقدم الملحوظ من جبار المبارك بن محمد بن ناصر الغفراني المري الذي وصل أيضا، بينما الدخول على المركز السادس، المركز السادس هو السابع، المركز السابع، المركز السابع، المركز السابع، الوصول من ضوء سالم بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري مع المركز الآن السابع، وفي المركز الثامن شعار المهيري بدأ ينضم مع المراكز المتقدمة، وشعارها للختم من حاضر بقوة من وصل، أيضا صيبة سعيد بن حمد بن مبارك المهيري بهذه اللحظات مع ثامن الأسماء. المركز التاسع سرابة يا مرحبا أبو محمد مبارك بن محمد بن نصر العامري، وفي الدخولها رائع وتقدمها واضح، بينما تدخل أيضا من المركز 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 هنالك شعار بن بلوش خلف بن سالم بن بلوش المزروعي مع هملولة على المركز العاشر. هذه هي الأسماء المتقدمة، هذه هي الأسماء الواضحة واللامعة مع المركز الآن، المراكز المتقدمة. أعود إلى المدرج الأول الذي يعطينا برج المراقبة عن استعداد هذه الطائرات للإقلاع في الأمتار النهائية. المركز الأول هو صدارة هذا الشوط، هنالك صرايم سالم بن حمد بن كردوس العامري، العامري مع المركز الأول، بينما بدوري أنتقل إلى المركز الثاني وإلى وبرة حميد بن عبيد بن عفصان المنصوري، والدور دور المركز الثالث، المركز الثالث الكايدة للعث بالخزع بالعث العامري مع المركز الآن الثالث والمركز الرابع، وهي تحمل الرقم 4 ريمة محمد بن علي بن راشد انديلة، تبحث أيضا عن نقاط متكررة لهذا الشعار، بينما بدوري أنتقل إلى الاسم الخامس الذي واصل ويغير الأسماء سريعا، بنت حشرة لعلي بن سلطان بن علي بن حمد العرياني، وعلى المركز السادس، المركز السادس مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الوصول من جبارة مبارك بن محمد بن ناصر الغفراني المري، ضيف عزيز يشاركنا، وشعار المنصوري من بدأ ينضم إلى المراكز المتقدمة، ضوء وأرجو المحافظة يا أبو علي على هذا الاسم، سالم بن علي بسالم بن مبارك المنصوري، وتدخل سريع، تدخل سريع من الجهة الأخرى، هملولة خلف بن ساري بن بلوش المزروعي، وينضم أيضا إلى المراكز المتقدمة. المركز الثامن، المركز الثامن صيبة سعيد، سعيد بن حمد بن مبارك المهيري مع هذا الاسم الكبير، ومن الزاوية الأقرب فهنالك وصول أيضا من سراب مبارك بن محمد بن نصر العامري، وتقدم والتسلل، وتقدم أيضا من محظه، لا يا مرحبا بمحظه، هذا الاسم الوطني الذي وصل مع الكعبي سلطان بن عبيد بن محمد، من وصل ويحلق الكعبي مع هذه أيضا الأسماء الرائعة والأسماء الوطنية. أعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة بعدما أخذ المركز العاشر الذي وصل بقوة، هنالك الوصول أيضا من الذهب، الذهب 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 مبارك بن حمد بدليلة باللويع العامري، يعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول والصدارة، المركز الأول والصدارة، أوهو يا أخواني، الخطر الخطر العامري يا بن كردوس،
الجماعة لاحقين، الجماعة لاحقين. الشوط ما قبل النهائي، الشوط ما قبل النهائي. سالم بن حمد بن كردوس العامري المركز الثاني، المركز الثاني جبار مبارك بن محمد بن ناصر الغفراني المري الذي واصل بمخيته مع المركز الثاني. وهالي قطر، أهالي قطر عندهم وأهالي المملكة وأهالي الخليج كافة يتابعون هذه الأشواط أول بأول. وصول من المركز الثالث من هملولة خلف مساري بن بلوش المزروعي المركز الثاني. هنالك وصلت محظة، وصلت محظة مع سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي. والوصول أيضا من الجهة الأخرى الذهب مبارك بن حمد بن دليلة بالويع العامري. أعود إلى المقدمة، أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، إلى صرايم سالم بن حمد بن كردوس والتسلل، والتسلل هملولة. أوه يا هملولة، هملولة المزروعي مع هملولة، والناموس أقرب لهملولة. خلاص خلاص سجلوها، دونونها وجهزوا السيارة وخلوها تغادر إلى عزبة هملولة. سلام يا المزروعي، سلام خلف بن ساري بن بلوش المزروعي مع الناموس. سلام للوثبة والغربية. المركز الثاني صرايم سالم بن حمد بن كردوس، المركز الثالث الوارية تدخلت في اللحظات الأخيرة مع التحدي والإثارة. عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. وفي المركز الرابع أيها الأخوة الأعزاء نصيبة سعيد بن حمد المهيري. بينما المركز الخامس، المركز الخامس محظة وصلت أيضا اللي هي سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي محظور محظة في المركز الخامس. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، والتوقيت الزمني الذي رافقنا في التحدي والإثارة وكان حضور قوي. كانت أيضا إشارة ممتاز لهملولة ولمالكها ولمضمرها. هملولة مع التوقيت الزمني 7:45 ثمان أجزاء من الثواني. هملولة خلف بن ساري بن بلوش المزروعي والمركز الثاني قدمت لنا عروض رائعة وأدت ما فيه الكفاية. صرايم لصرايم لسالم بن حمد بن كردوس العامري وتوقيتها الزمني 7:46 ست أجزاء من الثواني. بينما من احتلت المركز الثالث أيها الأخوة الأعزاء فكان حضورا قوي للوارية في اللحظات النهائية، وعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري وتوقيتها الزمني 7:46 ثمان أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. صوت الختام وأحد الزملاء يتواصل بالوصف والتعليق. مشاهدينا الكرام نجدد التحية واللقاء من جديد من هنا من عاصمة المياه.